والآباء، أيتها الأمهات والبنات، أيتها الأخوات والزوجات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قولوا خيرا أو اصمتوا. مطلوب من كل واحد فينا ومنا أن يحفظ لسانه حتى لا يكون جارحا مؤذيا خارجا عن تعاليم الإسلام. ينبغي عباد الله على كل مسلم أن يمسك لسانه، أن يحفظ لسانه، وأن لا يتكلم إلا بخير. إن كان هناك مجال للخير فليتكلم، لكننا في الخير لا نتكلم إلا من رحم الله. إن كان هناك مجال في الخير فليتكلم، وإن لم يكن هناك مجال فليمسك لسانه ليسلم ويسلم غيره من شره. وأقول أخيرا وأختم، من منكم عباد الله يريد أن يضمن الجنة؟ من منكم يريد ذلك، أن يضمن دخول الجنة؟ خذوها مختصرة من أحرص الناس علينا، خذوها صادقة من الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين رجليه أضمن له الجنة. فالأمر بيديك يا عبد الله الآن، فلا تلومن إلا نفسك.